السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا مطبخ في الإسكان الاجتماعي في منطقة العاشر من رمضان. قلنا نعرض برضو على حضراتكم شكل المطبخ قبل التنفيذ. بنحدد طبعا في التصوير أماكن الصرف وأماكن الشبابيك وأماكن الباب وأماكن الكهرباء عشان برضو نتفادى الحاجات دي كلها في التصميم. طبعا احنا واخدين المقاسات بالظبط، بس برضو قلنا نصور عشان واحنا بنرجع للمكان او نسينا حاجة، وده المقاس للمطبخ، وده تصميم 3D. ان شاء الله في نهاية الفيديو هتشوفوا التصميم والتنفيذ وشكل المطبخ بعد التنفيذ. المطبخ ده كان HBL مع لامبورجيني، خامة HBL مع لامبورجيني. طبعا بنحب نعمل تصميم 3D للمطبخ علشان برضو الناس تشوف المطبخ قبل ما يتنفذ، لو في اي حاجة نقدر او اي مشاكل نقدر نتخطاها بعد كده. ده اماكن الشباك واماكن الحوض واماكن الغسالة والتبالة. طبعا المطبخ ده كان متقفل للسقف وهتشوفوه بعد التنفيذ بالشكل النهائي ده. طبعا التصميم 3D مهم طبعا علشان برضو لو في اي مشاكل اعرف نتفاداها، علشان ما الحاجة تتعالج في البداية احسن. ده برضو مكان الميكروويف ومكان للبوتاجاز. وده شكل المطبخ اللي هيكون على المطبخ. برضو بنحدد اماكن كل حاجة عشان اماكن فتح الشباك، كل الحاجات دي لازم نعمل حسابها. وده المطبخ بعد التنفيذ. معلش الكاميرا بس كانت والإضاءة مش مظبوطة شوية، بس يعني حاولنا نوريكم برضو المطبخ بعد الانتهاء منه. لسه بقى الرخام هيركب، ده مكان الشباك وهنا مكان التلاجة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.